السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا اليوم ان شاء الله غنبداو هذا الفيديو الجديد كما وعدتكم. هذا الفيديو غيكون مقسم على جوج، ولكن فيديو واحد فيه جوج ديال الاجزاء. الجزء الاول وهو البغرير الكلاسيكي المعروف، والجزء الثاني وهو البغرير الابداع. راه فهمتكم كتسناو هذا الشيء بحماس، والناس سرسوية رسائل خالين غادي نشوف هذا الابداع. اذا اليوم غادي نبداو، بقاو معنا. اذا البغرير اللبناني الكلاسيكي درته بواحد الطريقه اللي غادا تكون في متناول الجميع، يعني اي واحد الراجل الامراه ما عمرها دارت البغرير تقدر ديرو. درتو بالعبار، علاش؟ لان فين ما كتسول شي واحد على البغرير اش كيقول لك؟ تيقول لك ودير غير نص، دير غير زيد شويه، وجبانيه كاس، الا شتيه ثقيل زيد، الا شتيه خفيف زيد دقيق. هذاك الشيء ما كنعرفوش ليه حنايا، وكل واحد وجبانيته، وكل واحد وكاس. اذا غادي نحتاج واحد الميكسور كيهز 1 لتر، 300 غرام ديال السميده، 200 غرام ديال الفرين دو مايز، الفرينه ديال الذره، واحد الباكيه ديال الزا، 30 غرام ديال الخميره، واحد شويه الملحه تقريبا نص معلقه ديال الملحه. درنا هنا لتر ديال الماء دافي. اخويا الماء هو الاولاني كله هنايا فهاد الميكسر. غادي نزيدو عليه هاد 300 غرام ديال السميده. ها هو داك الشيء كله تخلط كيف ما كتشوفوا. اذا ها هو درناه في الصلاديه، غادي ندير نغطيو بواحد الفيلم اليمونتير ونخلي واحد 5 ديال الدقائق. اذا الاخوات اللي سولوني على الدور ديال القرعه هذه اللي قلت لكم راه هي من ضمن الاواني، انا شريتها باش ندير فيها الزبده والعسل باش ما نبقاش ندير بالمعلقه، باش يكون الدوزاج مزيان. ها هي البغريره كلها داير بها العسل، كنشدوها كنلوها وشوفوا كي دايره البغريره. هانتوما فيها العسل بالعبار، يعني بسم الله. ويلي 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 شو اذا كنخليو هاد لاباط هادي كما كتشوفوا تمايا 10 ديال الدقائق. انا خطيتها بواحد فيلم اليمونتير ودرت لها واحد سربيتها بحال هذه فوقها، عباس زيد واحد شويه ديال الحراره تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى 12 دقيقه. هانتوما شوفوا كي بلا ما نحركها غادي تشوفوا كي ولات. شوفوا دارت واحد بحال الفراره الفوق. اذا ملي نبغيو نديروا هذه راه خميره هي اللي جعلتها كت هكايا. اذا ملي نبغيو نديروا البغرير نحركوا ونجبدوا من التحت نسخنوا المقله. اجوا معنا. اذا غادي نوريكم العافيه. شوفوا ما مجهداش وما نقصاش، ما نهزوش التوصيل باش ما نقطروش، نديرو هذا المقدار هذا تقريبا. بسم الله هكا حركوها باش الفورمه ديالها. ها انتما راه ما درتش مغرفه كامله، اذا غادي نقص هكا. شوفوا البغريره ها هي غادي تطلع، الا شفتوها مجهده بزاف تنقصوا شويه، ولكن انا كيظهر لي هذا هو العبار. ها انتما شوفوا البغريره كي كتطلع. ها انتما ها هي البغريره وشتت، شفتوها؟ ها هي البغريره وشتت الحمد لله. نزيدوها شويه، باقي ناقص واحد شويه ديال الكويسو هنايا. هذه حتى هي جايه في الطريق، وغادي يكون عندنا درنا هاد المقالي هادو كما قلنا لكم بهذا الحجم هذا 20 سنتيمتر دو ديامتر باش يكونوا البغريرات كلهم قادين. ها انتم ها هي البغريره، نشدوها تنقلعوها بواحد سباتول ها اون بلاستيك. ها هي البغريره وجدت. هادي باقي لها واحد 5 سكون، ما عاد باقي لها 5 سكون هوب نطلونصاو في الاخرى. بسم الله هكا نحيدو هادي. هانتوما شتوها شباب، ها هي ما سقات ما والو. نجيو نحطو هادي
نهزو اوب بسم الله نديرو الرابعه هانتوما باش نوريكم هادو اللي طابو شوفوا اوكي هاي هادي تا هي جايه في الطريق هاي طابت نرجعو نهزو هادي هاي تا هي طابت اذا غادي نكتفيو بهذا العدد ديال البغريرات ديال البغرير الكلاسيكي كما كتشوفوا من الافضل ديروه في شي بلاطو باش يبرد لان الا درتو وحده فوق وحده غادي يتعجن هانتوما شوفوا البغريره ديالها اما بالنسبه لهذا هذا خصكم توجدوا ليه ديما بان ماري ما سخون باش يسخنوا باش يبقى ديما جاري وتعسلوا شي وحده حطوها في الطبسيل ديالها ديجا اللي اسمه البغريره ها هي موجوده اذا اول حاجه شدينا طابه حلوه نقيناها وغادي نحكوها شويه غادي نسلقوها تخيزو تاو مقريو كما كتشوفوا 14 ديال الصراديل وكل واحد حداه داك الخليط اللي غادي نديرو معاه هادي اشالوت هادي بطاطا حلوه طيبه شويه هادي بطاطا عاديه رابي حتى هي طيبه شويه قرعه طيبه شويه خيزو طيب شويه فلفله خضراء فلفله حمراء هذا الليمون مع ليزاز ديالو الحامض مع ليزاز ديالو الباربا اناناس بيستاش نواد كوكو وهذا اللوز لامونت اذا كيف ما شفتوا هاد لي صار هادي كلهم درنا فيهم واحد المقدار ديال مثلا بغريره ولا جوج بغريرات وغادي نخلطوا عليهم هاد المواد اللي درنا وغنشوفوا كل بغريره كيفاش غادي تخرج اوكي نبداو باللوز هادي شويه شاد كوكو بيستاش اناناس شويه ديال الحاصل شويه ديال الفروي اناناس فروي باربا شويه سيترون يا نديرو بيزيست اورانج نديرو الزيت ديالهم فلفله حمراء من الافضل نزيدو عليها شويه ديال البزار لان يعني كاينه ديجا الملحه فلفله خضراء خيزو قرعه خيزو زعما بزاف نقصو شويه بطاطا عاديه بطاطا حلوه ولي شالوت
ايوا غادي نخلطو غادي نجربو غادي نشوفو كل بريره كيفاش غادي تصلح لينا. اذا بسم الله البغريره الاولى ديال لي شالوت، البغريره الثانيه ديال فيها بطاطا حلوه، جايه في الطريق البغريره ديال لي شالوت وجدات. هذه هي البطاطا حلوه ديال القرعه، شالوت بطاطا حلوه البطاطا العاديه، القرعه هي قريبه، هاي خيزو هذا فلفله حمراء، هذه هي بيستاش، هذه هي اناناس، هذه هي الباربا، هذا الحامض وهذا الليمون. اذا نرجع لكم من الماء، صوبنا هذا البغرير كله بعد دوك النكهات اللي خلطنا معاه. البغرير اللي ما حضرش هنا يعني راه ما نجحش، هذه تجربه. اذا بدينا هذا بلي شالوت، شوفوا كيطلع ثم تقدروا ديروه بالبصله كاع كذلك، هذا بالبطاطا الحلوه جا مزيان، هذا بالبطاطا العاديه. اذا البطاطا كما قلت لكم رابي وطيبه شي شويه، هذا ما صدقش كاع بزاف، هذا بالفلفله الخضراء، هذا بالفلفله الحمراء، هذا بالقرعه الخضراء كما كتشوفوا، هذا بخيزو، هذا بالكوكو، هذا بالبيستاش، هذا بالليمون، هذا بالحامض ما صدقش مزيان، وهذا باللوز حتى هو كذلك ما صدقش مزيان ولكن فيه بنه مزيانه. اذا المري ديالنا هو وجد وكاع داكشي اللي خلطنا معاه، الليمون الحامض بيستاش كوكو لوز خيزو القرعه فلفله خضراء البطاطا العاديه فلفله حمراء البطاطا الحلوه ولي شالوت، جوج ديال المواد اللي ما صدقوش لينا وهما الباربا والاناناس. اذا نقدروا نزيدوا عاوتاني الشوكولا، لا بودر ديال الشوكولا تخلطوها معاه ويجي بغرير ديال الشوكولات. اذا كاع العيالات اللي عندهم مشاكل مع الاولاد ديالهم ما كياكلوش ليهم بغرير، يقدروا يديروا ليهم شي يزيدوا ليهم شي حاجه في البغرير ويبداو ياكلوا. هذا ما كاين، كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبتكم. السلام عليكم، نشوفكم خطره اخرى، ما تنساوش ديروا لنا لايك، كليل بلوغ ملاصقه وتابوناو في لاشين ديالنا. السلام عليكم.